إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، إلى آخر الآيات مما ورد في سورة الممتحنة. ذكرت هذا النص القرآني العظيم اليوم من أجل بيان إشكال، بل من أجل التذكير بحقيقة قرآنية وحكم رباني قطعي أجمع عليه المسلمون سلفا وخلف، وهو حرمة جواز المسلمة بالكافر، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من المشركين. ولذلك جاء التعبير في القرآن بوصف الكفر: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وتحدث العلماء عن سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت بعد صلح الحديبية، حينما عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين العهد المعلوم من صلح الحديبية، والتزم الطرفان بما نص عليه في العقد من عهود وبنود، وكان من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد بأن يرجع كل رجل أو كل امرئ، كانت على الإجمال كل امرئ جاء من الكفار إلى المسلمين جاء مسلما، بينما لا يلزم الكفار أن يرجعوا المسلم الهارب من المسلمين إلى الكفار، لا يلزمهم أن يرجعوه إلى المسلمين. يعني بيان المعنى أنه في صلح الحديبية، اللي كان صلح هدنة بعد حالة الحرب بين المسلمين والكفار، يوم كان المسلمون في المدينة المنورة والكفار في مكة قبل الفتح طبعا، وقعت معاهدة الحديبية اللي كانت هدنة، صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار، وكان فيها مما كان من بنودها أنه إذا شي كافر سلم، كافر من قريش في مكة سلم وهرب من الكفار إلى المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كيلتزم باش يردوا الكفار رغم أنه مسلم، بينما إلى شي مسلم كفر ارتد عن دينه وراجع إلى الكفار، الكفار ما كيلتزموش باش يردوا المسلمين. حقيقة يعني في الظاهر وحسب العقل هذا العقد مجحف ظالم غير معقول. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة لم يستسيغ هذا، ما ركبلوش في الدماغ دياله، كيفاش الكافر إلى سلم وهرب للمسلمين، المسلمين يلتزموا يردوا الكفار، والمسلمين إلى ارتد ورجع لعند الكفار، الكفار ما يردوش، هادو يردوا هادو ما يردوش. وذلك إنما كان لما علم رسول الله عن الله غيبا ووحيا عليه الصلاة والسلام بأنه هاد الهدنة فيها مصلحة كبيرة للمسلمين، لأنك تعطي فرصة للقرآن باش يتقرأ في أرض الكفر وفي بلاد الكفر آنئذ، وهي مكة قبل الفتح، والله عز وجل يعلم
أن كتابه إذا علم به الناس وفهموه وتدبروه يسلمون جملة إلا من أضله الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الخطاب القرآني قوي في ذاته، قاهر، لأنه كلام الله عز وجل، ولأنه ينطق بالحقائق الإيمانية الكونية الكبرى. ثم علم رسول الله عن ربه أنه لا أحد من المسلمين وقد أشرب الإيمان وتذوق حلاوته، لا أحد منهم يرتد عن دينه ويرجع عن الخير إلى الشر ويرجع من النور إلى الظلمات. هذا ما كان يمكن أن يتصور في تلك المرحلة بالذات، والمؤمنون على بينة من دينهم، لأن هذا اللي هاجر بعدها، فتمنوا هاجر من مكة إلى المدينة وترك ماله وأهله وجاهه وسلطانه وتجرد من كل شيء رغبة في رضا الرحمن وحده، كيف يتصور وكيف يعقل أنه بعد ذلك يرتد عن دينه؟ إذن الطبقة الأولى من الصحابة، بل من جيل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ممن أسلم في مكة وهاجر، ما كان يتصور فيهم أن يرتدوا أو أن يرجعوا إلى مكة. فلذلك كان هذاك البند عمليا ما عنده نتيجة، ما عنده نتيجة، أعني لصالح الكفار، وخا أن الكفار ما كيلتزموش يعني يردوا المؤمن إلى كفر وهرب لعندهم، هذا كلام يعني لا قيمة له في الواقع، وإن كانت قيمته ورقية فقط قرطاسية، لكن حدثت حادثة وصارت إشكال، وهي أنه شي نساء أسلمنا فهاجرنا وهربنا من الكفار إلى المؤمنين، وجاءوا الكفار كيطالبوا بهم، كيقولوا هادو عيالات ديال الناس الموجوا عندكم ردهم لنا مقتضى المعاهدة. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ما معنى فامتحنوهن؟ يعني غير تأكدوا فعلا أن سبب الهروب ديالهم من مكة إلى المدينة هو سبب إيماني فقط، ماشي لأن خصمت الرجل ديالها وجات، أو لأنها تريد أن تتزوج بفلان أو علان من أغنياء المسلمين، لا، إنما جاءت تريد الله ورسوله. فهذه الحالة رب العالمين يخبر محمدا أن هؤلاء النسوة لا يدخلن في العقد، وأن العقد كان يتكلم على الرجال فقط. أما المرأة فلا يحل لها بعد أن تسلم إن كانت كافرة، بعد أن تسلم لا يحل لها أن تبقى في عصمة الكافر، يكون يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا ما عنده دين، لا يجوز لها أن تبيت ولا ليلة واحدة. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كفار عبارة عامة مستغرقة لجميع أنواع الكفر، ما كاينش هادو يهود ونصارى وهادو مجوس، بحال بحال. فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن، أي لا هؤلاء النسوة، حل لهم ولا هم، أي الكفار ولا هم يحلون لهن. وعبر الحق بتعبيري، الجملة الإسمية من المبتدا والخبر، لا هن حل لهم، كلمة قصيرة موجزة حاكمة دالة بما هي جملة إسمية على الثبات والقوة والتوكيد أيضا، يعني لا يجوز للمرأة أن تكون في عصمة الكافر، ما تكونش عند اليهودي أو النصراني أو المجوسي زوجة له، حكم ثابت، لا هن حل لهم. قال ولا هم، واحتادوا الكفار، ولا هم يحلون، وعبر بالجملة الفعلية، هي في محل خبر نعم، لكنها جملة فعلية، والفعل ينفي التحولات، لأن الفعل كيدل على الحركة ويدل على التحول والتغيير، فنفى حتى هذا التحول، بمعنى أنه رب العالمين يخبرنا أن هذا الحكم هذا حكم أبدي لن يقبل النسخ،
يعني ما تصوروش يا المسلمين أنه ممكن هذا غادي تنسخ ونبدلو في وقت من الأوقات، بل هو سيبقى هكذا. فعبر بالجملة الإسمية الدالة على الثبات ونفى الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال، مما يدل على تأبيد الفعل، ومما يدل أيضا على أن هذا الحكم لا يقبل في شرع الله تغييرا ولا تبديلا ولا نسخا. ولذلك جاءوا الفقهاء من بعد حينما درسوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخرجوا بإجماع. إجماع باش ما بقيش واحد يتردد بالظن أو بالتحريف أو بالتغيير، لا تردد ولا شك ولا ظن بعد ذلك أبدا، بل أجمع المسلمون إجماعا مطبقا على تحريم المؤمنة أي مؤمنة على الكافر أي كافر إلى يوم القيامة. وإلى هاد الكفار قالوا ودي راه هاد المرأة اللي هربت لنا رحنا خسرنا معها، راه زوجها أنفق عليها كذا وكذا وأعطاها من الصدق كذا وكذا، قال لهم رب العالمين وآتوهم ما أنفقوا، ردوا لي فلوسه ويمشي في حاله. هذاك الكافر إلا خلص كذا وكذا رد له فلوسه وما ترد له شيء المرأة، لأن المرأة ماشي ديالو، هي للمؤمن لا للكافر. ويؤخذ من هذا أن من تزوجت بكافر اليوم جهلا أو خطأ أو عصيانا لله فإذا تابت فعليها أن تخرج من عصمته حالا، ولكي سلها شي حاجة تردها انتهى. هذا حكم الله جل وعلا الثابت بنص الكتاب، مش اجتهاد ولا فهمه، بل هو قرآن حكيم أنزله الله من فوق سبع سماوات ليبقى خالدا يتلى تعبدا. كنقراو في الصلوات ديالنا وفي الأذكار ديالنا والعبادات ديالنا، نعبد الله به إلى يوم القيامة، وهو مفتاح الجنة القرآن الكريم. ما السر في ذلك وما الحكمة؟ شنو السبب في هذا؟ لماذا كان القرآن هكذا بهذا الحكم الذي يمنع نساء المسلمين أن يتزوجن الكفار أيا كان هذا الكافر؟ لسبب رئيس، أن المرأة ربي أعطاها واحد الأمانة، هذه الأمانة اسمها الرحيم، الرحيم. فالرحيم هي أمانة رب العالمين أودعها ببطن المرأة، راه ماشي ديالها في الحقيقة، لا تملك شيئا، بل الله بقضائه وقدره وحكمته خلقها كما خلقها وأودع في بطنها رحما، وأعطاها من القيمة والدرجة الرفيعة ما تستحقه بمقتضى ما خلق في بطنها، لأنه رب العالمين خلق فيها هذا الرحم وكلها بواحد الوظيفة عالية جدا عالية جدا كما سنبين. لذلك ربي تعالى قال لها بناء على ذلك سأعطيك حقوقا تضاعف حقوق الأبوة أضعافا ثلاثة. ولذلك تعلمون الحديث المشهور الصحيح المتداول حينما سأل الصحابي الكريم رسول الله قال يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال له أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم أمك، ثلاثة. والرابعة قال ثم أبوك. ثم أبوك بعد الأم على ثلاث درجات ترتقي عليهن الأم، أعلى 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 من الأبي. اللي كينظر للشريعة ديال الإسلام على أنه قضية رجل امرأة غلط، وإنما هي شبكة، سميتها الأسرة، فيها الأم فيها الأب وفيها الزوج وفيها الزوجة، راه كل واحدة عندها مفهوم، كل واحدة عندها مفهوم خاص. الزوج والزوجة علاقة بين الرجل والمرأة على عقد النكاح، أما الأب فتلك علاقة مع الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا، والأم علاقة المرأة بأبنائها ذكورا كانوا أو إناثا، وأيضا علاقتها بزوجها بما تحمل منه في بطنها. يعني راه النظر الديني نظر كلي شمولي، لا ينبغي أن نقع في التجزيء الذي يصدره الآخرون إلينا عبر وسائل الإعلام. جهاز الأسرة جهاز مركزي في دين الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل قوامه الأب، مركزه الأم،
يعني الإدارة ديالو عند الأب، القوامة الإدارة، ولكن المركز النواة الأصل اللي كيتبنى عليه ويتأسس عليه الأم، الأم، وذلك بنص القرآن الكريم لا اجتهاد في هذا ولا تأويل. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. تقوى الرحم بعض العلماء يدخلوا فيها يعني أو يفسروها بأن صلة الرحم، نعم لكن لا يكفي. صلة الرحم هذه عملية جزئية في الدين، ماشي جزئية ما عندها قيمة كما يفهمه البعض، لا، وإنما الكلي يقوم بقيام جزئياته، جزئية ولكنها أساسية. إنما الأعظم من ذلك والأعلى أن الرحم، قلت كما ذكرت قبل، أمانة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتق الرحمة بما هي أمانة الله عند عباده في الأرض. والمأمور بتقوى الرحم الرجل والمرأة سواء. أما الرجل فعلى أن لا يضع نطفته في رحم غير مشروعة، حرام على الرجل أنه يضع النطفة دياله التي وهبه الله إياها، يمشي يضعها في واحد الرحم مشي دياله، غصب أو سارقة، وكل ذلك اسمه الزنا. حرام أن يضع الرجل نطفة في رحم ليست له، غير مشروعة. وحرام على المرأة، وحرام على المرأة أن تمكن رحمها من رجل لا يحل لها، مسلم أو كافر، لا يحل لها من المسلمين شي واحد ماشي رجلها، يعني زاني فتكون به آنئذ زانية، أو كافر فتلحق آنئذ والعياذ بالله بصف الكفار، عمل خطير. لأن هذا الرحيم هي اللي ربي تعالى اختارها باش يمدد بها نسل الأمة الإسلامية. ولذلك ترون أن القرآن الكريم احتفل بأحكام الأسرة احتفالا مفصلا، ما كاينش شي تشريع في القرآن الكريم، وقرأوه من أوله إلى آخره، وهذه قاعدة كلية وحكم شامل. قرأوا القرآن الكريم من أوله إلى آخره، ما كاينش حكم في كتاب الله تعالى اللي فيه التفصيل والتدقيق بحال أحكام ديال الأسرة، من الزواج حتى الطلاق حتى العدد، من عدة المتوفى عنها إلى عدة المطلقة إلى غير ذلك مما ونصوص، إلى جزئيات الرضاع والإرضاع، ما يجوز وما لا يجوز، وما يحق للأبي وما لا يحق له، وما يحق للأم أو الزوجة وما لا يحق لها، وحقوق الأبناء والأباء وما شابه ذلك، ثم التركة وفروع الإرث. كاد القرآن يفصل ذلك تفصيلا ولا يبقي بعده شيئا من تشريع إلى غيره، إلا ما جاءت السنة ببيانه، ولا يكاد الاجتهاد الشرعي أن يجد منفذا إلى أحكام الأسرة، ما كيلقى ما يدير فيها، لأن الله نصها، بل نص عليها تنصيصا أصولها وفروعها. علاش كل شيء يدشي؟ لأن فيها واحد الجوهر، واحد المعدن اسمه الرحيم. ربي تعالى كيقول لنا الدين كيستمر في الأرض بسبب الرحم. اعلمي أيتها المرأة أن رحمك هو القناة الشرعية والطبيعية لاستمرار الدين والتدين بين الناس. هذا الدين اللي ورثناه خلفا عن سلف، من جدودنا وجدود جدودنا، من زمان سيدنا محمد إلى يوم الناس، هذا الدين الإسلام راه السبب باش بقى واستمر، راه هو الرحم، الأسرة، الأم، راه هو السبب، وكل الأسباب بعده مساعدات. يكذب عليك شي واحد يقول لك أنا يعني السبب باش بقى الدين في البلاد، أبدا. وعبر التاريخ لا علماء ولا جمعيات ولا سلطة ولا حكومة ولا أي شيء، ماشي هو السبب الرئيسي، إنما هذه الجهات كلها جهدها أنها كتوفر الظروف ديال التدين. أما السبب، أقول السبب العلمي والاجتماعي والبيولوجي والشرعي القرآني السني لاستمرار التدين بين الناس، الرحم، الرحم.
ولذلك رب العالمين حمى تشريع ديال الأسرة بقوانين قطعية لا تقبل الجدل ولا تقبل التبديل ولا التغيير. إذن هذا الرحم هذه ديال المرأة ديالنا احنا المسلمين ما عندناش الحق نفرطوا فيها وتمشي تعطى اليهودي أو نصراني أو مجوسي يحط فيها النطفة دياله باش يفرخ الكفار. سيقول قائل لا قد تغلب المرأة وثقافتها قد تكون غالبة وإلى آخر إلى آخر ذلك من الخزعبلات الإعلامية. خليونا من الكلام ديال الإعلام والكلام ديال الثقافة الاستهلاكية ولنحتكي من بعد كتاب الله بعد كتاب الله وسنة رسول الله إلى الواقع. هذا الواقع التاريخي هذا الواقع التاريخي المعاصر قديم وباقي من حيث الثقافة والدين. الأبوة تؤثر الأبوة تؤثر لأن قلنا الإدارة عند الأب والإدارة العامة بصفة عامة تأملوا الواحد يخدم عقله ولا ربي يعطي عقل. الإدارة العامة الغالبة للاجتماع البشري يعني تسيير المجتمع البشري عند الأب وعند الرجل بالتبعي. دعك من الخلافات الفقهية المرأة واش عندها الحق تكون في الإمامة الكبرى أو الصغرى إلى آخره. خلينا من هذا انظر إلى الواقع شحال من رئيس ديال الولايات المتحدة داز في التاريخ وشحال من رئيسة صفر رئيسة يا كديك بلاد الحرية وتمثال الحرية صفر رئيسة. الإنجليز نعلم ما كان عندهم ومن كانت على رأسهم شحال من وحدة. ينظر الإنسان بعقلية رياضية حسابية شحال من وحدة دير النسبة ما غطلع 0.01% في المية ديال رئيسة ديال الحكومة. وخذ هذا قياسا على تاريخ البشرية من مملكة سبأ. ما كنتكلموش الآن على يجوز لا يجوز هذا بحث آخر وليس محلها هنا وإنما القصد بيان أن الطبيعة البشرية التأثير الفكري والثقافي والتوجيه ديال يعني ما يسمى بالخلفية الثقافية تكون للرجل والمرأة في ذلك تبع والمرأة في ذلك تبع والمرأة في هذا على دين زوجها. إذن هذه رحم هذه أمانة المرأة رحم أمانة لا يحق لها أن تخون ربها. راه المرأة اللي تزوج بيهودي أو نصراني لقد خانت الله وخانت عهد الله من يوم أن أناط الله الأمانة بالإنسان وحملها الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الحمل حمل الأمانة كل حمل على حسب اختصاصه وحملت المرأة من ذلك من بين ما حملت أمانة الرحيم وبمقابل ذلك حمل الرجل أمانة النطفة. النطفة لأن هذه النطفة هي التي توجه الرحيم. الرحيم وعاء يستقبل وعنده قابلية الاستقبال جعل الله فيه خصبا ونماء بما خلق من بويضات مما هو معلوم. لكن لا يكون من الرحم شيء إن لم يكن بذرون من الرجل. فالرجل إذا نطفته هي السبب المؤثر الذي يوجهه بإذن الله وبما فطر الله في الرجل والمرأة يوجه طبيعة الخلق الذي سيكون. ولهذا في الإسلام بل في الحقيقة في الطبيعة البشرية حتى عند النصارى واليهود الآن وإن فقدوا ذلك من حيث المرجعية الدينية الأصل ديال هذا الشيء حتى هما عند اليهود والنصارى الدين ديالهم ولكن ولا ثقافة ولا عرف اجتماعي عندهم أن الإبن أو أن الولد ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه في النسب. بل هما كيزيدوا حاجة أخرى ملي كتزوج المرأة بشي راجل حتى الاسم العائلي ديالها كتفقدوا تأخذ اسمها الشخصي والاسم العائلي ديال رجلها. هم زادوا شيئا آخر ليس عندنا. لكن الأساس الشرعي أن الابن الذي يولد من أي رحم كانت يحمل خصائص والده الثقافية ويحمل اسمه ونسبه كيحمل الاسم دياله والنسب دياله. إذن هذا الأمر رب العالمين راه شرعوا ووجبوا بالقرآن وبالسنة وأجمع العلماء على ذلك إجماعا. علاش؟ لأن رب العالمين هو اللي خلق بنادم
ماشي الجهة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية ولا الثقافة الفلانية ولا المنتدى الفلاني هو اللي خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ رب العالمين اللي خلق وعالم سبحانه اش داير في الرجل، وعالم سبحانه اش داير في المرأة، وكيقول لك هذه إذا كانت مع هذه غتعطي كذا، أنت تجي تفهم عليه وتوريه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل تعلمون الله بدينكم، احنا غادي نوريوه سبحانه جل وعلا. ولذلك الأمر خيار بين إيمان وصف المؤمنين وذلك السبيل إلى الجنة إن شاء الله، وبين طريق أخرى وهي طريق الجحيم والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى لما جعل الرحم تتقى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، جعل الرحم تتقى، راه أعطاها معنى تعبدي كما ذكرت قبل في غير ما مناسبة. جعل الرحم عندها معنى ديال العبادة، راه ما بقاتش الرحم هنا هي هذاك الغشاء البطني اللي كيتكون فيه الجنين، بل صارت أعلى من ذلك، لأنه ما يمكن لك شيء دير التقوى مع واحد المادة الحمية، صار لها دلالة معنوية وهي تلك العلاقات التعبدية التي تثبت بمجرد ثبوت الحمل الشرعي. هذا الذي يتقى، يعني اتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به، عبد الله واتقوا الله اللي هو سبحانه وتعالى نعبده نستعينه نسأله نحتكم إليه في كل شيء. قال بعد ذلك وأيضا المعنى والأرحام، أي واتقوا أيضا الأرحام اللي هي سبب الوجود ديالكم وسبب الاستمرار ديالكم، يعني بيولوجيا كبشر وثقافيا كمسلمين، أي باعتباركم بنادم راكم مستمرين بالأرحام، وباعتباركم مسلمين أيضا مسلمين أيضا إنما أنتم مستمرين بالأرحام. ولولا الأرحام ولولا الأرحام الشرعية مستمر الإسلام في الأرض ولا جيلا واحدا ولا جيلا واحدا. لكل ماشي هذه الأرحام ربي قننها وشرعها ودار فيها الحلال والحرام، راه الدين ما يبقاش في الأرض، لأنه دخل الإباحية ودخل الزنا انتهى، تختلط النطف تختلط الأرحام، لا يبقى حلال من حرام. إذن ما الدين بعد ذلك وقبل ذلك؟ لهذا سبحان الله العظيم الإنسان من اللي كيخرج يعني باعتباره ابن أو ابنة من مؤسسة شرعية سميتها الأسرة، بني العقد فيها على ما شرعه الله وشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيحس بواحد المتانة نفسية وقوة شخصية أنه سميته مسلم مسلم مسلم. ولذلك يسأل الرجل نفسه وتسأل المرأة نفسها، أنا من؟ أنت أو أنت؟ شكون أنت أو شكون أنت؟ قيمتك الوجودية الثقافية في الأرض شنو هي؟ غير باعتبارك بنادم وكان؟ إيه البشر موجود. وإنما القيمة الحقيقية للإنسان المسلم دينه. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله فقيه المالكية في عصره، وكذلك بعده الإمام أبو عبد الله القرطبي، كلاهما وغيرهما كثير من علماء الإسلام، قالوا بأن السبب اللي ربي تعالى فرق به بين المؤمن والكافر هو اختلاف الدين. اختلاف الدين صافي، اختلاف الدين ما بقات عشرة تعب، لأن وضعية المرأة قلنا على خلاف وضعية الرجل. وضعية المرأة ماشي بحال ديال الرجل، المرأة تملك رحما وإحنا مسؤولين على حماية هذه الرحم. ولذلك نقول في خاتمة هذا الكلام أنه صحيح أن الرجل عنده الحق بالمقابل، عنده الحق يتزوج بيهودية أو نصرانية، ولكن لا بد من مراعاة شروط معينة نصية، كاين نصوص واجتهادية. فأما النصية ففي كتاب الله وسنة رسول الله، وأما الاجتهادية فعلى رأسه اجتهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النصوص كتشرط أن تكون هذه المرأة النصرانية أو اليهودية فعلا نصرانية، وهذا لا يتحرى فيه إلا القليل اليوم، يعني بمعنى أنه شحال من واحدة سميتها نصرانية وكان وهي ملحدة ملحدة، يعني كاع النساء ديال فرنسا ولا ديال أمريكا راه نصرانيات الآن في هذا الزمان، قليل قليل كثير منهم لا يؤمن أصلا بدين، ما عندهم دين.
فمثل هذه والمجوسية سواء، لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها. هذا راه واحد الغلط غادي به الناس. جاي بنصرانية قال لك راه القرآن عطاني الحق نتزوج بنصرانية، ملي تهضر معاها كتقول لك هي ملحدة. هذا لا يصح، وزواج باطل. وجب على ذلك المؤمن أن يصون نطفته من أن يضعها في رحم مشركة أو ملحدة. أما بعد ذلك، الآن للإمام، يعني الإمام الفقيه والحاكم القاضي، له أن يمنع حكما سد للذريعة ولو كان مباحا. وسد الذريعة كيخدم في المباحات، ما كيخدم شيء في الواجبات، كيخدم في المباحات. كيمكن يمنع بعض المباحات إذا كان ذلك المباح سيؤدي إلى حرام. وعمر بن الخطاب منع هذا في زمانه من اجتهاده المعصور الثابت. خلط على العمال ديوله. سيدنا عمر كان أمير الدولة، ملك الدولة بعبارتنا، وخلط على العمال والولاة دياله، يعني الناس اللي شادين الإدارة السياسية ديال البلاد، وصفت لهم رسالة قال لهم حتى واحد ما يتزوج لي نصرانية ولا يهودية، ما تقولي ليش راه مباح في الكتاب، لأن أنت مؤتمن على أسرار الدولة ودير تحتك يهودية ونصرانية غير مسلمة، تلك أسرار الدولة في خطر. ومنع عمر في زمانه هذا. نقول اليوم هذا أيضا ينسحب على عامة المسلمين، ما كيبقاش متعلق غير بالولاة العمال، كيتعلق حتى بسائر المسلمين. لما؟ واضح بالواقع المشهود الملموس، من بعد ذلك لنساء المسلمين؟ من اللي كل واحد بغى يدي نصرانية، هذا بغى يحرق، هذا بغى يهرب الميريكان إلى آخره، أهداف دنيوية ساقطة، أهداف دنيوية ساقطة. هاد الأجيال من الفتيات المؤمنات من لهن الزنا، الزنا واضح جدا، لأنه الطاقة الجنسية ديال الإنسان مثل الطعام الشراب، اللي جاع ووصل واحد الحد ديال الخطر غادي يسرق، غادي يسرق ويغتال ويقتل باش يأكل. كذلك الإنسان، المرأة إذا أهملت وأهملت وأهملت، كيفاش غادي تبغي الزنا ما يكون شيء في المجتمع؟ نحن سبب الفساد في البلاد، اسلوب ديالنا في العيش، ارتماؤنا وراء الشهوات الدنيوية الفانية. والغواية التي وقعت بين كثير من الناس هي التي أدت إلى هذا الذي نحن فيه. ولذلك راح حركة العري اللي ولات كتخلع الناس والكل يشتكي منها عندها أسباب متعددة، لكن من بين أسبابها هذا، أن كل واحدة ولات خايفة أنها تبقى بايرة، فصار التباري والمسابقة في التعري. الوهم كيتوهم بالله قداش ما تعرات غتزوج. نحن أيضا لنا جزء كبير من المسؤولية. ولذلك المؤمن الحق الذي يريد الله ورسوله، إن كان يريد أن يعبد الله حق العبادة، ما بغي شيء الدنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. علاش بغي انت الاوروبيه؟ 99% معروف فقط باش يدير الاوراق. اوراق الدنيا الفانيه هي كاوراق الخريف، سياتي عليها شتاء وسياتي عليها خريف، فتهب الرياح وتساقط الى الارض وتصبح بعد ذلك من النادمين. ولذلك قلنا وما زلنا نقول، الناس اللي عندهم الاطفال ديالهم في الغرب اوروبا امريكا، إذا وصلوا سن التمدرس، أقولها من على هذا المنبر ولا أخشى في الله لومة لائم، إذا وصلوا سن التمدرس حرام عليهم يخلي ولادهم أطفال في أوروبا. ما يكذبش علي يقول لي لا غنقريهم الإسلام، تقريهم الريح مشي الإسلام. الناس علماء نعرفهم مثقفون، ولادهم فلسوا وكفروا، ورأينا من جاء أبناؤهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الثقافة راه ماشي غير داك الشيء كتعطيه في الدار، البيئة كلها كتعطي الثقافة. الهواء، الهواء ديال أوروبا والريح ديال أوروبا هو كيجيب الكفر، صعيب صعيب، أقرب إلى المستحيل إلا من أخذ الله بيده. هذيك اللحظة بحال ذاك النصراني اللي يسلم، يعني ولدك ربي جابه للإسلام راه بحاله بحال ذاك النصراني اللي يسلم، يعني مقادير إلهية ما عندكش دخل، ما تقوليش أنت قريته وريته. هذاك الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذاك حديث صحيح حقيقي، لكن راه كيتعلق بالقدرة ديال الأبوين على تثبيت تلك الثقافة، لكن الأسرة في أوروبا لا قدرة لها.
هذا واضح، الواقع كيشهد به. لا قدرة لا على تثبيت الثقافة الإسلامية، ماشي في الزنقة، في الزنقة راه ممنوعين، في الدار ما عندوش القدرة، في الدار ما عندوش أي القدرة. ولذلك كتب الله، مشيت لتما درت الأسرة، ولادك وصلوا 5 سنين 6 سنين دخلهم المغرب، يقراوا تعلموا العربية، تعلموا الدارجة، واخا يتعلموا المعيار ديال الدارجة، المعيار السبان ديال الدارجة، خلهم ما يكونوا مسدودين في خطرة عن الثقافة، ما نقولش الإسلامية، الشعبية، لأن الثقافة الشعبية تتضمن أصول الدين فيها، في وسطها اللهجة العامية باش نتكلموا لهجة مسلمة للذي يعرف ما معنى اللغة. فإذا سأل سائل أو سألت سائلة من لي، نقول لك أودي أنا ما لقيت رزق، ما لقيت كذا، ما لقيت ما ناكل، أو هي لم تجد زوجا، يعني إلا ما لقيتش الراجل، ماشي الحل هو تزني، إلا ما لقيتش الدنيا، ماشي الحل هو تكفر، هذا غلط. يا إما لقى داك الشيء اللي بغيت، ولا لوح راسي في جهنم، لوح راسك في جهنم، جهنم واسعة ليس فيها ضيق، نعوذ بالله منها. وإنما الحل أن يعود الإنسان إلى الله، راه كاين الله، الله راه كاين يا عباد الله، رب العالمين فوق سماواته مستوٍ على عرشه جل وعلا، يدبر أمر مملكته. واش هو سبحانه ما سقلكش الخبر ولدي ولا أبنتي، ما سقلكش الخبر، سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، يعلم ما تعاني أو ما تعانين، عالم بداكشي اللي عندك. فلذلك نتوجه إلى الله أولا. صحيح نديروا الأسباب، ولكن المصيبة ديالنا أننا كنديروا الأسباب كلها إلا السبب الأول، وهو الرجوع إلى الله عز وجل. أطرق باب الله فبابه مفتوح، كين رب العالمين، سجدوا لله، نعبد الله، نطلبه وندعوه بالليل والنهار، ويجيب لك رزقك من الزواج والطعام والشراب، يدق عليك رزقك من الزواج والشراب والطعام، يجي يدق عليك باب الدار، والرزق يتباع العبد كما يتباعه أجله. والرزق راه ماشي غير الماكلة، الزواج رزق، الزوج رزق، الزوجة رزق، والطعام والشراب واللباس والوظائف، كل النعم اللي تجيك مادية أو معنوية، كل ذلك يدخل في مفهوم الرزق. والله تعالى قال إن الله هو الرزاق، ماشي أنا ولا أنت أو المؤسسات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاللهم اجعلنا من توابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وانصر اللهم ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين وتمكن به لهذا الدين، وأدم اللهم أمنك وسلامك على هذا البلد وسائر بلدان المسلمين، وارزقنا يا ربنا القرار والاستقرار على أحوالنا وإيماننا، واجعلنا من الثابتين حتى نلقاك وأنت عنا راض. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.